بمناسبة أفريقيا، عايز أتكلم مع حضراتكم كلمتين ممكن يكونوا قاسيين شوية، مش على الأهلي ولكن على بقية الأندية. بس لما حد يكون بيحلم ويصحى من النوم عادي، لكن إنك تحلم وتعيش في الحلم وتنسى الواقع بتاعك، هنا لازم أقول لك، ولازم أقول لك يعني قوم وقف وأنت بتكلمني، هفوقك وهقول لك إن التاريخ بيتكتب بالعمل والإنجاز واللوائح والقوانين. التاريخ مش بيتكتب باليافط، التاريخ مش بيتكتب باليافط، التاريخ اتكتب في جوهانسبرج من 22 سنة أو يمكن أكتر، لما نادي الأهلي توج بلقب نادي القرن الإفريقي عن جدارة واستحقاق وفقا للوائح اللي تم وضعها سنة 94. تحب افوقك اكتر واصدمك بالواقع اللي انت بتحاول ان انت تهرب منه وتضحك وبص العصفورة، فشل في فشل في فشل في فشل، فبص العصفورة اشغلهم. تعال معايا اوريك ترتيب نقاط الاندية في القرن، بلاش العشرين، الواحد وعشرين حتى هذه اللحظة. مش اسلام، الاهلي 111 نقطة. طيب الثاني اللي بعد الاهلي مين؟ نادي مين؟ العظيم نادي الترجي التونسي. هل هو 110؟ هل هو 100؟ هل هو 90؟ لا، الترجي التونسي اللي هو تاني الاندية بعد النادي الاهلي حصولا على النقاط 67 نقطة. اه والله العظيم. طب مازيمبي اللي هو الثالث، مازيمبي كونغولي، 63 نقطة ونص. طيب الثالث او الرابع النجم الساحلي التونسي، احد اكبر واهم الاندية الافريقية، زيه زي الترجي زي مازيمبي، 58 نقطة. الوداد المغربي، واحد من اعظم الاندية المغربية او اعظم الاندية الافريقية، 49 نقطة وهو في المركز الخامس. مين رقم ستة؟ الزمالك، نادي الزمالك المصري، نادي الزمالك الكبير والعريق، 40 نقطة، 40 نقطة. الأهلي كام؟ 111 نقطة. طيب السابع الرجاء 40 نقطة. الثامن سان داونز اللي قالوا عليه السنة اللي فاتت وقت ما كسب الأهلي 5-2، قالوا إن سان داونز ده الناس كلها يجب أن تتبع سان داونز وتشوفوا اللي بيعمله سان داونز علشان نحتذي بسان داونز. سان داونز فريق كبير وعالمي ويعني وحاجة في أفريقيا كبيرة جدا جدا، ولكن أنا كنت بشوف إن الكلام كان كتير قوي على هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدا، لأنه طبعا كسب أعظم الفرق اللي هو النادي الأهلي. تخيلوا حضراتكم نادي سان داونز 33 نقطة، يعني النادي الأهلي أربع أضعاف سان داونز تقريبا أو ثلاث أضعاف سان داونز. الصفاقسي التونسي 31 نقطة، ثم أنيمبا النيجيري 31 نقطة في المركز العاشر. يبقى الأهلي متصدر ب 111 نقطة بفارق 44 نقطة عن الوصيف اللي هو نادي الترجي، وبفارق 71 نقطة عن أقرب المنافسين من مصر اللي هو نادي الزمالك. عارفين حضراتكم الفرق في إيه؟ الفرق إن النادي الأهلي بيشتغل بيسعى إن هو يكون نادي القرن في نهاية الـ100 سنة اللي إحنا موجودين فيهم دلوقتي. مش هنكون إحنا موجودين بالمناسبة، هيكون أكيد أجيال جت وعدت علينا، ولكن النادي الأهلي ما بيشتغلش إلا عشان اسمه وتاريخه ومكانته وجماهيره، اللي هو أصلا ما فيش ولا واحد من اللي موجودين دول هيكون ساعتها مننا كلنا موجود، لكن كله بيشتغل من أجل النادي الأهلي، كابتن خطيب ومجلس إدارته.
لاسم وتاريخ وحاضر ومستقبل النادي الاهلي، مش عشان اللقطه. انت لما يكون هدفك اللقطه بالمناسبه ممكن النور يقطع، فمش هتاخدها، مش هتعرف تاخد اللقطه. ممكن الكاميرا تبوظ فمش هتعرف تاخد اللقطه. لكن لما يكون هدفك ان انت تشتغل عشان ناديك، هتفضل دايما منور، هتفضل اخلاقك واخلاصك في العمل هما مفتاح نجاحك، هتفضل الناس تحترمك، وكل ما تشوفك تقف تتصور معاك. كلام صعب صح، اما الحقيقه لانها حقيقه، فالحقيقه دايما بتوجع، بتوجع اللي بيقعد يكذب وعايش في الكذب، بتوجع للي بيدور على البطولات ولكن الوهمية، اللي بيدور على بطولات على سوشيال ميديا، اللي بيدور على بطولات على يوفط، اللي بيدور على بطولات في حتة تانية. لكن ما بتبقاش صعب على اللي بيدور على بطولات في الملعب. فعشان كده النادي الأهلي لا يفكر إلا في الملعب فقط.